النهاردة هكلمكم على مقبرة من المقابر الموجودة في الأقصر في منطقة زراعة أبو الندى اللي بتاخد TT 159، اللي هي مقبرة رعيا. مقبرة رعيا هو طبعا من مقابر النبلاء في المنطقة دي، وأنا اتكلمت قبل كده على مقبرة نياي برضو، وبقى أسيب لكم الفيديو بتاعها. وتعالوا بقى نتكلم على مقبرة رعيا. طبعا من غير ما اخش في تفاصيل اكتشاف المقبرتين لاني اتكلمت عنهم قبل كده، تعالوا نخش على المقبرة على طول وهتعرفوا التفاصيل اكتر لما تشوفوا الفيديو بتاع مقبرة نياي. طيب مبدئيا كده، رعيا هو كان بيحمل وظيفة الكاهن الرابع لآمون في عصر الدولة الحديثة، وخاصة في عصر مين؟ أسرة 19، في عصر الملك رمسيس الثاني، وكمان عصر الملك مرنبتاح. وكان زوجته اسمها ماريت ميري، وكانت واخدة وظيفة اللي هي مغنية لآمون، وده طبعا برضو في الأسرة 19. المقبرة هنلاقيها هنا أغلب المقابر بتاعت النبلاء بتاخد شكل حرف تي مقلوب، بمعنى إن عندي هنا المدخل بتاع المقبرة، بعد كده بخش للساحة الأمامية، دي الساحة الأمامية تمام اللي هي واخدة الشكل، أو ساحة عرضية، صالة عرضية تمام، بعد كده صالة طولية اللي في الوش دي، وهنشوف كل حاجة بالتفاصيل. كالعادة برضو ألاقي إن المقبرة النقوش بتاعتها أغلبها مش موجودة، وده وصفناه أكتر عشان السرقة برضو اللي كانت بتتم من اللصوص وهكذا، وتم طبعا ما تم إنقاذه من المقبرة. قبل ما نبتدي الشرح بتاع المقبرة ليه بقول لكم الاتجاهات علشان نعرفها مع بعض. هنا عندنا على ايدي الشمال كده ده الجدار الغربي، ورايا في ظهري كده ده الجدار الجنوبي، على ايدي اليمين ده الجدار الشرقي، يبقى بالتالي في وش يبقى الجدار الايه؟ الشمال. طيب تعالوا مع بعض بقى نبتدي ونشوف النقوش وجمال النقوش في المقبرة، ونبتدي بالجدار الشرقي الاول. لو بصينا على الجدار الشرقي كده هنلاقي في المنظر ده ان هنا رعيا اللي هو الكاهن وراه مراته تمام، وده منظر مشهور قوي، يعني دايما الحضاره المصريه مشهوره بالمنظر ان الزوج ويقعد وراه، ويقعد طبعا وراه مراته دايما. وهنا في استقبال القرابين اللي موجوده، وتحتهم هنا المفروض حيوانات أليفة، يعني رعيا هنا تحتيه كان قرد هنا، وزوجته تحتيها قطة، وده كان المصريين قدما كانوا بيحبوا جدا تربية الحيوانات الايه؟ الأليفة. لو بصينا تحت هنا منظر برضو من المناظر اتكلمنا عنها قبل كده ووصفناها، اللي هو منظر النائحات. النائحات اللي هو بالبلدي الفتيات اللي بتصوت على المتوفي، ده بالبلدي ببساطة. الأجنياء في الحضارة المصرية القديمة في بعض الأوقات كانوا يا إما يجيبوا نائحات مستأجرين بيأجروهم، يعني طبعا علشان المتوفي اللي توفى ده، ويبقى طبعا لأن النائحات دي ليها دور، ودي طقوس جنائزية ما ينفعش تتساب. يا إما بقى الشخص الناس الفقيرة كانوا بيعتمدوا على الأهالي بشكل كبير. هنا النائحات دول مستأجرين، ولو بصينا عليهم قوي وركزنا وهنشوف الفنان ازاي عبر عنه، ما نلاقي الحزن المبالغ فيه جدا على المتوفي، يعني نلاقي الحزن والأسى على المتوفي بشكل كبير جدا. ونلاقي كمان ان لو بصينا كده في الحتة دي هنلاقي ان في واحدة حاطة ايديها على خدها وكأنها بتخربش خدها، ده من الحزن المبالغ فيه تمام، وخدها طبعا كأنه بينزل دم نتيجة للحزن، يعني ده حزن مبالغ فيه جدا. في الناحية دي بالظبط لو بصينا هنلاقي واحدة حاطة ايديها على صدرها، وده طب واحد يقول لي الصدر المكشوف، اقول لك ما حزن مبالغ فيه بشكل كبير، كأنهم بيقطعوا لبسهم، فاهمين الفكرة؟ ده حزن مبالغ فيه بشكل قوي، حاطة ايديها على صدرها نتيجة للحزن الشديد على المتوفي. لكن النائحات ده كان منظر مهم جدا، والطقوس جنائزية ليه؟ لأنهم مش دورهم اللي هما يصوتوا كده وخلاص، لأ ده لازم يجيبوا نفس الأداء أو يعملوا أداء الصوت ده بالظبط زي نواح إيزيس ونفتيس على أوزوريس في فكرة العالم الإيه؟ في فكرة الأسطورة، وحزن إيزيس وأوزوريس أو حزن إيزيس ونفتيس على أوزوريس. فبالتالي هما بيعملوا كده لأن هما لما يعملوا كده نفس الفكرة، المتوفى يبعث مرة أخرى في العالم الآخر ويأخذ صورة المعبود أوزوريس. فكان منظر النائحات هو كان منظر مهم جدا وتصويره مهم جدا. تعالوا
نشوف الجدار هنا برضو، ده يعني ده من الجدار الجنوبي هنا، المتوفي قاعد ورا زوجته، يعني منظر طبعا متكرر. هنشوف ده اكتر برضو هنا، المفروض هنا نقل الموكب بتاع يعني تابوت المتوفي بكل شيء بيتم نقله مفروض، والاساس الجنائزي وكل حاجة تتنقل للبر الغربي عشان يتحط في المقبرة، وده هنشوف في الناحية التانية اكتر بشكل واضح. طيب تعالوا نخش للجدار الغربي، بس واحنا داخلين كده على الجدار الغربي هتلاقوا حاجة تحتية بالظبط، ده كان مفروض بير الدفن اللي كان المفروض يكون فيه اصلا التابوت بتاع المتوفي ومومياوات المتوفي هو ومراته، بس ولا موجود ده ولا موجود اي حاجة من دي خالص. تمام. طيب لو بصينا في الجدار الغربي هنلاقي هنا تابوتين، وهم على باب المقصورة، المفروض باب المقصورة المقبرة بتاعتهم. التابوتين دول هو المتوفي وزوجته، والنائحات برضو نفس الكلام زعلانين وحاطين ايديهم، وهو اللي خلاص اتكلمنا عنهم. لكن ورا هنا الكاهن، ووراه كاهن مرتل، مرتل يعني يتلو بعض التعويذات او التراتيل للمتوفين. هنا الكاهن اللي ماسك هنا اناء اسمه بيعمل هنا عملية وعب تطهير، كاهن الوعب هنا بيعمل وعب تطهير للمتوفي، وكان التطهير ليه أهمية كبيرة جدا في الحضارة المصرية القديمة، ومكانش للمتوفي بس، ده كان في أغلب الأوقات وفي الاحتفالات وفي حاجات كتير جدا. وكان التطهير بيتم في الإناء اللي واخد شكل، اللي واخد الشكل ده كده، تمام، بيبقى شكل إناء ضيق شوية أو بيبقى واسع، وبينزل منه طبعا المية، وخاصة إن اللي كان بيتم التطهير بالمية، وخاصة مية نهر النيل، لأن نهر النيل كان يعتبر كان مقدس جدا للمصريين، فبالتالي كان بيتم في عملية التطهير. وكان التطهير للمتوفي كان ليه غرض، غرضه في إيه؟ إن المتوفي أما بيتم عملية التطهير كأنه بيعمل إظهار جماله اللي هينير في العالم الآخر، دي نقطة. نقطة تانية، التطهير ده كأنه بينعش جسم المتوفي مرة أخرى، وبيخلي كل الحاجات الحيوية بتاعته بتنبض بالحياة أو بتبعث للحياة مرة أخرى، وده بيعجل ميلاد المتوفي من جديد مرة تانية بسرعة في العالم الآخر، ده برضه. طب وليه حاجة واحد، ليه حاجة رابعة؟ حاجة رابعة كمان إن التطهير بالنسبة للمتوفي كل ده هو انعكاس أخلاقي للبعد عن الرذائل اللي كان ممكن يكون تعرض لها المتوفي، سواء الرذائل دي بيبتعد عنها شرور، ذنوب، خطايا، فبالتالي التطهير هو بينقذ المتوفي نفسه من الشرور والخطايا اللي كانت موجودة، وبالتالي هو بيساعده اللي هو أما يقف أمام محكمة العدل الإلهية العظمى يتم براءته من كافة الذنوب، فبالتالي يقدر يعبر العالم الآخر مرة تانية. فالتطهير كان ليه أهمية كبيرة جدا في الحضارة المصرية القديمة. لو بصينا هنا الجدار الشمالي هنلاقي هنا برضو طبعا المتوفي المفروض هنا الكاهن راعياه وزوجته واقفين طبعا فكرة استقبال الايه القرابين اللي متقدمة لهم، وهنا هنلاقي هنا راعيه قاعد هنا وهو بيصطاد من البركة، بركة الحديقة بتاعته اللي فيها المية، والسمك طبعا كان ليه قدسية كبيرة، وخاصة هو رمز للبعث وليه كذا حاجة تانية. وهنا الطائر ده بشكل الراس هو الروح بتاعت المتوفي اللي بتطير مرة أخرى واللي متحررة بشكل كبير جدا. لو بصينا للجدار الجنوبي هلاقي هنا منظر مختلف شوية، هلاقي هنا إن يعني المفروض هلاقي إن كأن الفنان اللي عمل المقبرة كأنه عملها بسرعة، يعني عملها بسرعة كأنه استعجل، يعني التصوير بتاعها ما تصورش بشكل دقيق. يعني تخيل هنا المفروض ايه، هنا بيتم المفروض نقل الموكب هنا بكل شيء خاص بالمتوفي، بيتم نقله عن طريق مين، ناس 4 رجالة، وفي مفروض ماشية. لو لاحظنا الماشية دي بصوا هتلاقي ان رجليها مش موجودة، هتلاقي ان رجليها مش باينة خالص، حتى الراس بتاعتها مش باينة، لاقي بس جسم، وهنا في واحد شايل كأنه شايل حاجة، شايل تابوت أو حاجة، وهنا الكاهن اللي واقف لابس جلد الفهم عشان يستقبل تابوت المتوفى عشان يبدأ يقرأ عليه. فهنلاقي إن نستغرب من ناش، هنلاقي إن ممكن يكون يعني الفنان عمل سرعة أو استربع في فكرة عمل المقبرة أو النقش،
هل ممكن او ممكن لا، احنا ما نعرفش بشكل تفصيلي ايه اللي ممكن يكون يتصور المنظر ده بالذات، وخاصة ان باقي المناظر واضحة بشكل فيه تفصيل وفيه كل حاجة، وخاصة منظر النائحات. فبالتالي ممكن يكون المنظر ده كان على عجل او شيء فطلع بالشكل ده. هنبص برضو هنا ان فوق هنا نلاقي ان داخل المقصورة دي في علامة الجد. علامة الجد هي الثبات والاستقرار والعنخ، فكأن هنا ان المتوفي سوف ينعم بالاستقرار والثبات والحياة مرة اخرى في العالم الايه، في العالم الاخر. تمام. برضو عندنا يعني احنا هنا كده خلصنا الجدار الشمالي في الحتة دي بالذات، اعتقد ما فيش حاجة تانية لان المناظر اغلبها اختفيت. طيب تعالوا كده بقى نخش الصالة الطولية، احنا كده كل ده في الصالة العرضية. تمام. هنبتدي نخش بقى للصالة الايه الطولية. لو دخلنا مش هنلاقي فيها حاجة للأسف، مش هنلاقي غير منظرين بس، والمقصورة دي منظرين ان في كاهن واقف ماسك اناء بيعمل اللي هو بالتطهير، وفي نفس الكلام هيقابله كاهن تاني بيعمل نفس الكلام، هو تطهير بيعمل التطهير برضو للمتوفي زي ما قلت لكم اهميته. وهنا المفروض كان المقصورة دي او ده كان في تمثالين موجودين زي ما انتم شايفين، بس كانهم يعني مش موجودين. تمام. لما كانهم النحت بتاعهم اتاكل او اتشال. هنا المفروض المتوفي قاعد تمام لابس النقبة بتاعته اللي المفروض هنا عليها بقى الألقاب بتاعته، وهنا زوجته قاعدة لابسة الرداء الطويل وعليها الألقاب بتاعتها. فبالتالي هنلاقي إن المقبرة طبعا للأسف مش كاملة. نفس الكلام لو شفنا مقبرة نياي هنلاقي برضو إن المقصورة اللي كانت موجودة المفروض فيها تمثال لنياي نفسه مش موجودة، فبالتالي الدليل إن المقبرة تعرضت للسرقة بشكل كبير والإهمال بعد كده وتم إنقاذها بعد كده. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. يمنى تعليقاتكم آراءكم تفاعلكم على الصفحة وعلى اليوتيوب. أشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.